رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد عجر كواكي بقول لباتني السقالات كمدة من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وحين كنسو جري كتاب الفضائل خاصة باب الصوم بينوس السعودي حديثك عبد الله بن حارث الباهلي أدراء النبي كل در دار ما إن بلها حرمضة له وحكصهم وحنكتقو سدح بريكصون كدبنا كتق سدح بريكصون كتق بينو دنبي. باب فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة وحبابي هاي فضل وصوم كلية هاي يوحن صوم كائن عبادين كلاء في العشر الأول طبعا كهوري من ذي الحجة بش عرفاء كترسن صومك يا صلاة يا صدقة يا أذكارتي وحي خير ودنبا فضلك أولي هي طبنك هوري بشد الحجة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام ما المشيران بنبي صلى الله عليه وسلم ما المها سؤال عمل الصالح عمل كوناك سني فيها قوية ذا الله سمعي أحب لتشعليها إلى الله إلهي حقيسة من هذه الأيام ما المها لتشعليها عمل وناك سن او خيرا او مالمهن ذي الحجة كخير بدن مجروي عمل صالح اللي مادو إلا يحيوك عليه عمل كاللي مادو طبان كوري ذي الحجة ما من أيام ما المجران العمل الصالح عمل كوناكسا خيراتك فيها قده هذا أدعو أحب إلى الله إلى حق سلوك كالقعي البدن يهي من هذه الأيام ما المهن أيها الطبنكا يعني نبي حجيدة أيام العشر ما المهن الطبنكا بش عرف كوذي إلى مانك عيدة قرنيسا. قالوا حيدا صحابة مركه شاسي حقو لي أبينو يا رسول الله رسولك إلهي والجهاد في سبيل الله لأن عمل صالحة والله السماء بعد التوحيد صحابة أكتوضوا حوفد بنا الجهاد في سبيل الله مركا حديث كان وحيد عملك صالحة إلهي لولي ما دو وحوق خير بدن يهي ما المها عرف بش عرف طبعا كورا ولا الجهاد في سبيل حتى النبي اللهم بجهاد أيو كفض بدنا يا جهاد عيوي ما المها عرف ما المها أن كاين بالوجه ده لأنه جهاد كدعه ذي الحجة قده ده أما ما المها عرفه ردعه وكسي الدرى يا عماشة كلي ساكسي سريني وحلقها الله يو وجهاد عي بلاها كلي بلاها كلي ما المها كلي حلقها الله يو. قال النبي وحوري والجهاد في سبيل الله جهاد حتى كما فضي بدنانا يعمل كصالحة صوني صدقية خيرات كلاها إذا حد عين ما المها كلي إلا رجل موين إلا جهاد رجل من جهاد كي موين خرج اللبحي بنفسه نفسي سيلبحي موين يو مالها انت دي سيبو اللبحي فرس كيسي يوحو قادن كري فلم يرجع عن لصو اللابنين بشيء وحبا من ذلك شيء حقي سو نفع يمال منا الله صلى الله عليه وسلم رواية حديثك أولي هاي إلا من عقر جواده وأهري قدمه نينك فرق سيسين لبقنو قوي أصلا وديك سيلا داس نينك أمبا لمن نقونيا جهاد كيسو ولمن نقونيا عمل كالصالح دع دع طبنك ذي الحجة. رواه البخاري بخاري بحديثك وري مرك حديثك ابن عباس وحديث هذه يادو قيمة بضان أو تلمام يا عمل كستو صالحة أو الله سمعي طبنك وري عرفو إنه كخير بدن يهي أعماش الرحد عذاب بلها كلي حتى طبان كدن به رمضان إيه طبان كذي الحجة وحافظ بدن مال ما أهان مال ما أهان طبان كذي الحجة فضي بدن هبين هانا هبينها دن به رمضان با خير بدن ساسي أكل دوين مركو حاول لو جيدا جهاد كي فرض كفايه لها وحكوا لو جيدا جهاد كي دحد عي مال ما كله اون ذي الحجه اهين هدينك جهاد ايو حقنا ذي الحجه ودح جوق 10 كده هوري عمل كي سي وحول بسا كا خير بدناني اذا لبدا قيد با شرط عند اهل العلم قواعد يوصوش شرعه ان انه كفسر علماء حديث كاي كو عديستين جهاد كونو فرض كفايه يهي او طلب يهي ادو فرض عين يهي عمل كا خير بدن ما جرو اما ذي الحجه ها دحد دحو اما بالكلا ها دحد حديث بان عضين سمعنا يضع ولا فهم يا حديث معاد يكي أنس يكي أبي هريرة با مد الله بعضنا وإنه يهاي جهاد كان جهاد أحد عاي بلا كله أو مركا فرض كفايانا فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء وحباب يا فضلك مالك عرفة أولي يهاي
ومالك سجالات بشا ذي الحج وعاشوراء مالك طبناد بشا محرم وتاسوعاء مالك سجالات بشا محرم بشا زكي لو يقان اسمالو زكرها مسلمين تكلا عربيتنا محرم يقانان السنة الإسلام قبل لوضو مالك سجالات يكتبناد باتاسوعاء عاشوراء ليدا عرفنا ومالك سجالات بشا ذي الحج عرف ليدا. وعن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله رسول كلاي وحل ودي عن صوم يوم عرفه اي عن فضل صوم يوم عرفه مالك عرفه صوم كيس صوم كفضل كيس اللويد عرفه ولا يقانا وصحابه ولا يقانا جاهليه واسلام ولا يقانين النبي وحي ودينا يان وفضل كيس قال صوبنا وحيد يكفر السنه الماضيه يكفر وحور دافا ودنبي كيس ترترا السنه الماضيه سنه كهور تجي سنة التقي وسنة يضم بشد الحجة بشا أيضا يضم بيسوي والباقية أي والآتية هي سنة صوص عليه محرم قبل لابن دونبا لابد سنة سنة كورية تقي دمات كاي عرفا يضم بيسو بشا عرفه هي كايمان دون صوص على لابد سنة دم بيقول لغو دافا رواه مسلم مرك عرفه وما الآتية هذا خير بدنوي مرك الله صوموي ما يوم عرفه سنة هوري هي سنة توسع لبضع سنة دم بجودي بالغور ضعفة يا لبعتني أفر بلو دم بجودي بارب بكتر تريا دم بجانا وحلقة ودا دم بجا صغيرة ضع أولي بكت علقة وكل جل حق إلهي عندها علم سيدا ود وصغائر الذنوب الخاصة بحق الله سبحانه وتعالى أما حقوق ابن آدم ك هي كبائر تواوين إلهي حقوق ذي ساء توبة يبهين رواه مسلم. وعن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صام يوم عاشوراء مالك عاشور نبي صومي وأمر أصحاب سنة وحوفري بصيام عاشوراء إلا صومه متفق عليه وآله اسكر رعو بخاري مسلم باسكر رعيس ساردية أما ورنتيز حديث كان. إذن انت لم فرد رمضان يوم عاشوراء وآله صومي شري صومي دي سنة واجب وآسدي أدلده أي تصيصه جمهور أهل العلم والسنة وكذا يهيد بيليهن لكن نصوص توحي كعد هاي قبل رمضان صوم كعاشوراء إنه واجبها. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل نبي وحال ويدي عن صيام يوم عاشوراء فضلك أوليها وسيه تيكو تعرف إلا متى سئل النبي وحال ويدي عن فضل صيام يوم عاشوراء مالك عاشوراء صوم كيس صوم كفضل كيس اللويدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية سنة كهرير دماضي دنبي يسا لغو دافيا وانا صغائرتي صغائر الذنوب الخاصة بحق الله سبحانه وتعالى بألو جيدا ودو جيدا مركع عاشوراء وحكف الدبطي يوم عرفة يوم عرفة يدو السنة الماضية هي السنة الجائية لغو دافيا أما يوم عاشوراء سنة كتغير دماضي هي دنبي يسا لغو ترتريا رواه مسلم. وعن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحول لئن بقيت هدان سين ولاده لئن سلمت رواية كلوي هدان بدقبه وفي رواية لئن عشت هدان سين ولاده عمر يوسمه إلى قابل سنة كسو سعودة إلى العام المقبل سنة كنقول آدم لمحاي إلي تاسوعا سنة بلوغي بجليس ومحرمة تاسوعي عاشورة سنة بلوغي بيقليان وبشكو بعد إسلام كا يا كبر الله ونيس لئن بقيت هذا سي تشوغون سي نولاده ويا إلهي أسمو إلى قابل سنة كسو صعودا لأصومن التاسعة مالك السقالات بن سومية ماشي أن كسوم جري مالك طبنات إي بشا محرم وحان كسوم دون سنة كسو صعودا قارو إلهي أسمو مالك السقالات. وفي رواية لئن بقيت إلى قابل إن شاء الله وحديث بن بارات ولبت الماما يا إن شاء الله إلى قابل إن شاء الله الكاسي كجر رواه مسلم مسلم أحد الكوري أسأل كي سمرك وحوها حديث كو سو رواية مختصرة وشيخ دورتي صور لما يستران باكر ومسلم وريا نبي محمد عليه الصلاة والسلام مركع عاشورا لقاريب وصومي مركز سحابه النبي الله محاوص أنت ما أنت عاشورا وما الأيوينية يهود ويوم تعظمه اليهود مركز النبي عليه الصلاة والسلام فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا التاسعة سنة كصوص حديد لقاره سنة يهود أخا وافق سنة أقل إحنا السقالات كان سومينا مسلمية غير كبا وري حديد كالسقال.
ابن عباس مركي تابعين تويديان سيدا الحكم نعرج وكلا يدهان عاشورا ومالنك وحورن جري بشا محرم مكي بلا تترسو كو لبو صدح أفرشان لح تضبو سديد أرورت السقالات صون كوا بريسو أورن جري أدو صمواغوها كوا بريو عاشورا ومالنك السقالات بورن جري أسقانا حديد كوورية والنبي كوورية حديثك ورانا يهدان سيجوغو وعمر الله يوسمو سنة لك الصوصق وحان سومي دونا مالك السقالات مركع عاشورة وحيسكو بدشوه ظاهر كالنسك يا فطوة ابن عباس مقال الله في ريوه مشهورة عنه كأ أسا كعام بحضي عاشورة ومالك السقالات محيلا مالك الطمنا ديهود بات صونتا سيهود لو خلافو إنه سقال كين سومي ناه طبنات كان أبحي ما إنه وأسيد عانك كا ابن عباس ظاهر كحديث كان كم وقتا حديث أرانا يا مركا سيهود لو خلافه سقالات يا طبنات بهالله والله صومه ضعف بأسه كجرة لا يصح فيه حديث مرفوع أسيد ابن عباس لكن وحاكسه عن عبد الرزاق يطحاوي يبيها قبوريين بسند صحيح صوم التاسعة والعاشرة وخالف اليهود سقالات يطبنات بالصوم يهودنا خلاف صدق يهود خلافتان مرك يهود خلاف كيهود واللواد طريق بأينو بنان إنان بش محرم مالك سقالات كليه كالصورنه ونساق كدقنه عاشورة وسيد الظاهر كن نسك اوي هيئة ابن عباس نوفت وانجر تابعين دورنا يكوتا جاين علمنا اي فرمي اوتكو قابسطو مالنك السقالات كلية ايه انا اسراعيسو سقالات يو طبنات او ان سقالات كاللغو قابسطو كلية اد بوحوك بدن يا محايا الي يهودو سبت دا يعيد كدكتان اسبوعا انك اكور مرمحان كدكتان جمعها نصارنا احدا ayagu caashuro tobnaadka ay Soomaanu weyneeyeen inagu u gambineynaayo waxaan weyneeyna maalinka sagaalad mukhalafatan lil yahud sagarkoodiba ka biximayno meeshii Soomaayeen agmarimayno waxa kale inoo banaa in labadaba isku darro oo sagaalad iyo tobnaad israacino jumhuurta ayagu waxay leeyihiin la asumanna taasi'a ma'al aashiri way nabigu saasu ka wada sagaalad kan Soomi oo lagu daray tobnaadka ابن عباس هي جماعة من أهل الحديث والسلف الصالح ظاهر النص نوح إليه ما سقالات كون بابا عاشوراء وحاك لو بنان عاشوراء إن أتصنته وطبنات كأتصنته كي يطبنات نادكو درته جماعة من السلف والصحابة وحيرين جرين طبنات كالصومة ما إن الكهر مريع مكد دنبيسية طبنات كالصومة أو مالين كوه الرئيسي والسقالات أما كدن بيسي كوي طبنات صدح ذا مذهب وهي وحاقوا في عن هي سقالات كو قابسو أما إسراعي طبنات سقالات يو طبنات إسراعي رواه مسلم باب استحباب صوم ستة أيام من شوال وحو بابي هاي شعليسي شريعة وهي شعليستي لحما المدو شوال كمدا صوم كود الله صومه وسنة مؤكدة لحدى شوال إن لصومه جمهور العلماء سيدا كوتاغي أبو حنيفية مالك با خلافي وأنا وين قفين بان العدي حديثكم مركو حج كوي على أبي حنيفة ومالك مالك با للمحاد لحدى شوال أصوم إلى ذا أما أظن مدة وغير إلى ذا وحويري علماء إذا وحسوا مترين متر نو حور علماء إسكداي أمته نهضين سنسومين ويخلدين معايا الحديث نص ماشي يلا مركا صحابة ذنبو كسوغي وليبا كدق مجيري تابعين با كدق مجيري أهل الحديث كوا خلافين مالك يا أحمد وهوشا والقدي مالك يا عفوا مالك يا أبو حنيف والقدي ذي وإذا دخل ضمن با لو أركي وأنا صح وعن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان رمضان روح صومه بشر رمضان قلت ثم أتبعه الرعي وكذب جيه ستا من شوال ستة من شوال لح شوال كم بدأ
ستة من شوال لح ما الموضوع بيش الصوم فريد كم ذا كان كصيام الدهري صوم كأصقع بيش رمضان لصوم لح شوال اللي قدره حول من نقونا يا سنة كورن بعض وصوم أحاديث بضم بعض يسي أو فسرتون نبي كسوغن سيد حديث كأبي ثوبان وكله سي بيش رمضان لصوم كل جيد لح شوال للراعيي انت شايل نقطه لبي تون بلو تون كدو اي نقطه نبي قال لو يديو حقوق في سوبنو بشهر رمضان تون بلو بيو دغنتا ما هي الحسنات هلكي حسنو تون جير بالا لا با يران بالرمضان او تون كو دمهستيرته waxay ka dhiganta adoo soomay 10 bilood lix maalmood oo soontayna nabi wuxuu waxay ka dhigantahay lixdan maalmood lixdan maalmood ma hay noqde laba bilood toban bilood laba bilood kadib geey sanad ba isxiray sooma kana ka siyaami dahri sidaasuu nabi ku fasiray alayhi salaatu wasalaam al asharatu al hasanatu bi ashri amthaliha man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha toban ramadaan bishi toban bilood bay noqotay lix maalmood maalinkiiba wa hal hasana sooma طبعاً كده فوق لحدا بنقنا إياه لح معلومات طبعاً كده فوق لحدا مالك هو طبعاً معلومات بودك ما لحدا برينا هذا ولا ببلاد صدنا صدنا وكل شيء أولي ببوح بوحدة لا بيه طبعاً بلاد تاس وكل نقول ثواب كأي أجر أنت عليك بالروح مسلم كأي بشر رمضان صومة لحدا شوال الراعية وكل إياه وحافي عن لحدا شوال بالله قهرين لقديكو لا نحريريو وأنا سيد السلف قبضنا إياه بالله غوري مالك العيده ومالك كخيغه اد لخده شوال راعيسو خريير سودن كلا غوينين واسده فضيقه بدن لكن بش شوال انت دمان دون بتسومي كرتا حق دمبه دخدا بلوغا كل واد كسومي كرتا واد كلا غوغوين كرتا هل باطل باد كدي كرتا سنكر واد كو خري كرتا سده فضي بدن لكن واسده باب استحباب صوم الاثنين والخميس وحباب هي صوم كم مالك اثنين تيا خميس تالا صوم فضل كتشيرة عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل النبي وحاله ويدي عن صوم يوم الاثنين مالك اثنين تصوم كيسال له ويدي فقال النبي حول ذلك يوم مال وي مالك أسق اثنين تا ولدت فيه الله يدلون أشياء ودونك قصر بيري ويوم بعثت ويوم ومالك الله يسوس عليه الرسول الله يقدر أو النبي وحيري أنزل علي فيه قرآن كان يقصر دتشي اثنين تو مالك وحي يقول بالله دجيت الله بالله ومالك ان ذا شيء ومالك النبي الرسول من الله يدري حديث عائشه وحا كيميد وانا مالك النبي قد دنتي عليه الصلاه والسلام مالك ذا شيء او دنتي وحي لو سو دجيه وي ومالك مره سدا او تعدارن او الهي سدا او قيميهي مره نبي هو سو مجري ورواه مسلم بعد كوري وانا حديث مختصر من حديث طويل ذيك ديرا ويعني نبي وحبا وكاها الله يقيب كم اذا يوشق كسو قابصدي اذا اسباب النبي اسوم هيوام وشكري لله سبحانه وتعالى انه الهي امها نقول شكري اسوم جري وانا مال فض بدا فاذا كلو ولي حكمك لو كجرت سوم كيس النبي انه شيخ الدونه وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الاعمال اعماش لو بندقا الهي بلوغي لو بندق ملائكة حفظها اما كتبها قاده يوم الاثنين مالك اثنين والخميس مالك خميس تاه فأحب وحان جعل النبي أدان النبي محمد أهي أن يعرض إن لبند وعمل عملك على لو قد بي يفعل كي يقول قد بي وأنا صائم أنا الصوم رواه الترمذي وقال حديث حسن ترمذي حديث كورية وحون الواحديث حسنة ورواه مسلم باورية حديثك بغير ذكر الصوم صوم صوم كل شيء حديث مسلم ودري وحوك أصوه حول لفذقيسه معنيه سو حوي أسبوعي لبقر با إلهي أعماش الله بندقا أسبوعي لبقر با إلهي أعماش الله بندقا كدمنا فيلك رب فيرنا يا أدومه ودن بدافة يا مشرك إيه عقدة سوق بمبوية إنك إلهي وشريك يالي فيلك سوال سوعين لي لبقى عقدة دي حقوق إيه قد أتا لي نحتا لي سكود عسانان ديبا لوردقا يا إلهي سوه شيان كون فيلك ديب أكادية لو دن بدافة ما يا لورانا يا إذن حديث موسى سوحي وطا إلا مالك السنين تي خميس أعماش إله الله بندق أيه ومضان الله دافع إلا لمشرك أو مشاحن
marka lafdiga soomka muusan sheegin taas ka wada waan aisha radiyallahu ta'ala anha qalat kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yataharra nabigu wuxuu ku dadaali jiray soom al-ithnin wal khamis khamistay isninta soomka nabigu wuxuu ku dadaali jiray oo muusan seereen jirin in marka uu safar ama uurdar kale uu yimaadan booyin rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر إلا تشعلي بالول بين صدح بري لغا صوم بالول بسدح بري كصوم كيدو إن قيمة بدن تاي شرعا والأفضل صدق قيمها بدن وحوي ابن نووي صومها مالمها صدح إن لغا صوم في الأيام البيض مالمها عددا مالمها عددا صدح بري لغا صوم بالول بسدح مالمها عددا كدغو وهي الثالث عشر ومالك صدح طبنات والرابع عشر أفريد طبناد والخامس عشر شنية طبناد وقيل وحال ليدي صدح لما المدى أيام البيض كأما أها إساط شيكتين وحوي الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر لبي طبناد صدح طبناد أفريد طبناد والصحيح سيدة فيو راجحة المشهورة عن كي لا يقانه هو الأول وقول كوري أورانية أيام البيض كو وصدح طبناد أفريد طبناد شنية طبناد وصدح بين وضي حب وحوي dharaartana iftiin tahay habeenkuna iftiin yahay labada nuurba ay kulmeen wa anabi hurata radiyallahu ta'ala anhu qaal awsani khalili saahibkay wuxuu ii dardaarmay ama rafiiqaygii wadaygii wuxuu ii dardaarmay gacalkaygii wuxuu ii dardaarmay bi thalathin wa nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam sadax arimood siyami thalathati ayyamin sadax maalmood soon kood buu ii dardaarmay min kulli shahrin bil kasta an ka soomo وركعتي الضحى لو درك اوه صلاه برقنك اي برقنك لا تكدي صدقه كا اجركينا يا نعمدينا يا لخد لحادنا واي دردارمي وان اوترا ان صلاه غنان ورك ان ركعه غنانده اون وترينا واي دردارمي قبل ان انا ما انت نصح نكور متفق عليه عندكم ان سومر دور قربان سومر بابك 223 سومر وعن ابي الدرداء قال وحر الصحابي قاس اوصاني حبيبي أبو هريرة أوصاني خليلي بو سويد أوصاني حبيبي كان جعلا وحي دردارمي ونبي محمد صلى الله عليه وسلم بثلاث صدع الرموت لن أدعهن أنا كتاجين ما عشت أنت نولا صدع ونبي إي دردارمي أنت النفط يجري تانا سيرين ما يقول محي كو دردارمي بصيام ثلاثة أيام صدع ما المتصون كود بو إي دردارمي من كل شهر بالولباء وصلاة الضحى صلاة برق كو إي دردارمي وبألا أنام إن أنا نصحني بنبي وقعد كي حتى أوتر إلى أن وتريه يعني وقعد كي نبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة أبو الدرداء وحكبغ النبي إن أي هرد الله تكتنسك ذنبه مركب هورتا ملك حد لكن وإن صوم مر يروحي إنه رجك قبا إنه نسك ذنبه توصو وتركوا نسك ذنبه في عن رواه مسلم وعن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله متفق عليه صوم ثلاثة أيام صدح المامات صوم كود من كل شهر بلق والبلغة صومه صوم الدهر كله سنة قرآن الله صومه الأجر يا أيوه سنة قرآن الله صومه أي مركة الأجر حق فضيقة متفق عليه وعن معاذ العدوية رضي الله رحمه الله تعالى معاذ بنت عبد الله العدوية قبر تابعيه من أوساط التابعين فقيه هذا وعالم هذا وهي أخرج لها الستة وغيرهم أنها سألت أحرورية أنت قبر عائشة كل جرتي وذكر النساء أنها سألت عائشة عائشة ويديس رضي الله تعالى عنها وحي ويديس أكان رسول الله رسول كلا عائشة ماها يصوم كيصوم من كل شهر بالكستا ثلاثة أيام من صدح مع النبي ومكسوم مجري صلوات ربي وسلامه عليه ويدا وحيتري قالت نعم ها ويدا وحيتري ها وكسوم مجري بالول بصدح مع الموت وبكبد انجراد خميس 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 والبي سنين وانا بدو صوم بيش سديت بري بكسومية اللي بيش وافر اسبوع اسبوع كستنا وحاق له لبن مع الموت خميس يو سنين سديت بين غون ايام قال نعم بجره يدين فقلت وحاري هدانا معاذة من أي أيام الشهر ماشا أيام باكا قوان رواية كبضن قد أيام با الله سعود الساسة ينمعنوه كوعدي هاي من أي أيام الشهر كان يصوم بشا مال مهي ذا مال مهي بو نبي وكتو يغنجري سدح لما المهي ذا شكتي
النبي بل والبو كسوي من جري صدح ذي أهايم بيجري صدح عيمن أسبوع أهري صدح أهري سمية أسبوع حرحي صدح أضم بيسمية أسبوع أضم بي صدح سهر مية مسوي النبي هالباطل بكده جري. فقلت محان إلي من أي أيام الشهر بشم مال مهلا كيبو كيبو كان يصوم النبي صوم جري مال مهيبو النبي بشك صوم جري معينة مخصوصة محدودة. قال عائشة وحج الويدين لم يكن يبالي نبي وما أبا يرجرين من أي شهر يصوم من أي أيام شهر يصوم مال مها النبي قولوا ما توقن جريني سدح بريم ببلو لك صوم جري لحظوا كصومي رماتوا كصومي بشا بلو كصومي أوكا. رواه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صمت إذا أردت الصوم إذا صمت هدا دونس إن صمت من الشهر ثلاثا بشر أصدح بريك صمت فصم 13 و14 و15. رواه الترمذي وقال حديث حسن سيدا فضل قبلوه نقول لكن من رب صنوء أبي يريد سيدا عائشة إنه ورسي هدا دونس إن بشر أصدح بريك صمت صدح طبنات يو أفري طبنات يشان طبنات كسم أيام البيت كوي هدا طمريسي. وعن قتادة بن ملحان القيسي رضي الله تعالى عنه قال صحابي وحيدي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض نبي وحنا فرجري ونا أمر جري أمر استحباب وهي ما المها عدد إنا نصونه 13 و14 و15 صدح يطبنك يفر يطبنك إيو شن يطبنك. رواه داود. وعن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كله وحوها لا يفطر كابن أفرين بأ أيام البيض ما المها عدد يصدح يصدح ذبريا في حضر ولا سفرين. وحديث كم وحديث رنبو قدري صوبانو عليه الصلاة والسلام أيام البيض كصوم كودا موسى كتجر حتى هاتو سفري هايو حتى هاتو سعداء الكجر وسا نقادي أهين وجد سارين هاي أو وضوه هايو وسوم الجري هدون نقية هنا وسوم الجري. رواه النسائي باوري بإسناد حسن محقق وسطه أوتري حديث كبرها أوتري صغره كجره صغره كجره حديث كبرها اللوتري وحكف عن صغره سلوتري محايا صغره وكحق بدن يعني كبرها النسائي السنة الكبرى النسائي حديث ضعيف كجره ضعيف شديد وضعف كجره محتمل وضعف حسن صحيح كجره أما صغره السنة الصغرى عند النسائي وأحاديث صحيحة أكتيسة هذوس مركع عيلين مركز صغره كجرا حديد كونه أتيري أهيد لواكم صدح بالأفطن يشنبو كجرا نونا صغره أتيري لأن رواه النسائي هدي اللي جدوا الله إطلاقه أن لقو قيد كبرى لديهن صغرها اللوجيدة صغرها اللوجيدة. وأنا سيدا أشيق حديدك حسن لكي سوحا سنوي مركا لقود دا لما علمها سنن خير كبضان النبي أماني اثنين يا خميس أيام البيت كا هذا أود ويد صدح مال بيل والبا كسون أظن منا إيجانين خير بدن أجر نوات كهلي عاف ما نو كجرا عاف ما نو كجرا. باب فض من فطر صائما وفض الصائم الذي يؤكل عنده ودعاء الآكل ودعاء الآكل اللي مأكول عنده وحبابي هاي فض قولي من فطر صائما روح صوم أحد صوم روح أفورية الراشين سية يوفض الصائم روح صوم فضلك خير كوهلا هيو الذي صائم كاسو يوكل عنده وحلو عن اكتيس هذا صوم من باكتا هذا الوقا دي او الوقا راع دي حيو موقتا هذا اكتا راشين لغو عن حيو واسكتك سنكرتا لكن مركا علابتي انت اكتا الله صور ديكو سنكا و سنون كيدا كاسو قالو او رامسي آن مقاشو هاوشو خطروي مسكسي ديسا ومقودو فتاوا كو قوانيس قوس لقادة قيل لقادة كتر من الزماليد صدر تدبال للجماعة و راشين خد الله صور دوجة سلادنا الله أقيمه هم نبوحوري سلادة وكاديو راشين كا كلبحة كا كها منترتا مركا هور سلام ما نينك صوم مراي مركا أكيس لو عن تعوني لو راشين تي دول قاتي صوم كيس أمبرينين أثناء أجر كولية ودعاء الآكل للمأكول عنده إيو روحكم مرتقى هذا قذا كسي أمك الصورية أمك عزومي راشين كسي إن دود بعيسو ودعاء الآكل كي وحوني إنه أدعي للمأكول عنده كأكيس وحلوه عنه أدعي طيب. عن زيد بن خالد الجهني
عينه صلى الله عليه وسلم قال وحور النبي من فطر صائما رواية عبد الرزاق بعد يسي يا أحمد بأ أطعمه وسقاه رشيم باتيسي عبتان باتيسي من فطر صائما روح صوما أحد كأفورية كان له نن كأفوري وحوى هانيا مثل أجره كي صوما أجر كي سكل هلية الله صوما بعض أمات مساكين مسلمين أفوري رشيم أصوما يسي adiga ajirka adiga horta waa leedahay adiga maanta soomaana inta aad afuras nin walbana soonkiisi maanta uu soo maa ajirku ka helay mid la mid ah lagu qoraya 20 wada dad afuriso 20 soon baa ku qoran kaadi ku dar 21 soon gair hasayeshe annahu la yunqasu laga dhimi maayo min ajri ajri saimi kiso mana ajirkiisa shay wax laga goyn maayo wadaadku ku afuri ajirkaada muusan qaadanin أجر كان أدوى الله هذا هل حرف لقى مقينين لكن إلهي فضلق إبا وحسين هيا أجر كان أدوى ما أنت صوم كذلك شيء أجر لك ماذا يسكلم مرك أجر كاسم سي إلهي بأدونك سي أدونك إلهي بسياسة ونوشا قيستوه أفوري أدوى لكن وحبا لقى مطابن راه الترمذ وقال حديث حسن حديث دير روي قيبت نوشاق سوقاتي من فطر صائما أو جهز غازيا أو حاجا أو خلافه في أهله بخير كان له مثل أجور بحديث كديراوي ننكي روح صومان أفورية أما ننكي على كدول هيا قوالي وبرق انتالة أما روح حاجو معتمرة عاوية وحسية وسقوتية وحنكو كالمية أما كي مغناء سفر كي حجية أما الدولية جهادي هيرك كوسي سمو عروتي يا بايلاه دي أوسي إلالية كل قود بأجر كودي أجر لمدو عضون كاهلية وقال حديث حسن وسعلمدنا سيدان حل ان سو شيغني وبدين وهي ليهين افرك لغا هلايو وا ان روحي باهدي ما انت هيس اد كه قبترتود كترتو اف دور حبو تمر اي كوبيا اي حبه سمبوس ما هي وا عنت روحاسي باهدي ما انت كريبت كغيسا برن او كسومي كرو هدا غزين او نقطا يا غشيمه هدا دو اي سحورتو او غيسو او كسومي كرو يا لو تشيدا وحاسك سي في عن وداد افرنيسو adoo kula afurahaya tiirtoodi iyo biyahooda adigu diyaari igama siin kartaan dhe qoliha masaadka baad fiidsan haya waxa darada intaas wadaadaha aniga aan fursada iska leh biyaha u horeeyana siin tiirto horeeyana siin xisaabta weyniin guriga ku sugeysa sidaas ay carabtu yahay ayaga naga fiican muranka maxaa ku gelinay muslimiinta carabta sidaas ay sameeyaan dad u tagto wadaaduhu afuray meeshooda isagu xiranaya حتى الله سو بيلا سو بيو كوكو توري اماش انا اي حلان تاي ودادها بيها ورانا سين تمرت ورانا سين كدبنا الابت كان لو كينيا لكن مساعد كي هدي بيلا سو رجي وداد كو تمر لغا سو رجيو ومداس يي خوغو سمبوس لو ديبو حشود بو غوري او ايمانو دي وداد كي واخو كركريه بل اسكا تاك مويه او سو درغي با ورك سوسيدا ما ورك سياسه داس يال لوغاد اجر كان وي walla isku haysta marka inta aad wadaadada kula furay ilaasho saad muran baa hawsha isoo galin an umarata bint ka'b al ansari radiyallahu ta'ala anha anna nabiy sallallahu alayhi wasallam dakhala alayha nabiy ga soo booqday ansari ansar nabigu booqan jiray aad boo jicla maadaama nabiga uu heeliyeen oo asagii saxaabadii suxun baarteen oo gubanimo muujiyeen nabigu suusan u booqanin oo suusan u daryeelin muhaajirin yu ansar u daryeeli jiray laba arimood abaalka ay muslimiin ku lahaayeen buu nabigu gudayay koow muhaajirin waa ilma adeertii khaasa gubana waxay keenaysaa nimba ninku ka fog yahay inaad soo yarjiido ta'liif iyo wanaag u muujiso soomaaliyeed way yaqaan waxay dhayn nimaad wax u diido waalkaba ugu fiican nimaad wax siisana waalkaba ugu fiican bay ilaadeen muhaajiraan la yiri waalka xataa haduu wax ka waayo wax u diido kala dhiman maysa hilib iyo dhalya idin dhaxeeya iyo mayraxba isku keen dhaga haddu hadda ka carodo uu ku caan war suxun badnaa yeeshay inta dadkan wax aniga araba baahane urwaa kuwan way eedeen bar inoo joog markaan sugeyna ka dhiman maysa wax badan baa idin dhaxeeya waa marka wax diidada ay tahay wax siismadan hadu waa qaraabo siliis sadaqawi marka ansar nabiga il gooni ah ayuu ku fiirin jiray wuu booqday nabiga gabadhan soo salaamay umar al-ansari فقدمت إليه أيون قبي آين فقدمت إليه طعاما
راشين بنبي وكانت روايه كحا تمر بنبي وكانت رطب وكانت فقال نبي حول كلي عون هذا هدي صوب الله تمرت وحك عون فقال وحاجر اني صائم نبي الله وصومره راشين كان كوك يعني عون نبي الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصائم نك صوم قفك صوم تصلي عليه الملائكه ملائكه ادعي سدم داف الى هو ديسه غورما إذا أكل عنده حتى يفرغ وقيبت أهيت وفض الصائم الذي يؤكل عنده ترجمة قيبت هذه بحديث كان أكيانا قيبت وراء من فطر صائم حديث كزيد بن خالد بأكيانا قيبت الدعاء لنا وإيمان دونتا أحد كصوم تصلي عليه الملائكة أمانتا دم داف ربي أوي ديسة إذا أكل عنده مركا كتيس وحلقوا عنه حتى يفرغ إلى لما يستنقليه وعنا هي ماشى كو اقدامني وربما قال انه النبي قال لا يابا حتى يشبع الى درقان تذكر راشينك عني انت راشينك فرديان وحوضان ملائكه الدعي كو وديسا روح مسلم جاي سومنا دمداف بي او اله دمداف الله ونحريسه اله ادون كان هاجي ملائكه هذا هو معصوم دعاده ومقبوله راه الترمذي وقال حديث حسن صحيح سداسو صحيح بك قوان ترمذ وحروا حديث حسن صحيح وانا سيدا ترمذ او شيغي وذاتك محقق وركيسه هوسه معنى بدن مسيلها معي لي سند كحديثك وح الا اوين ملح حبيب بن زيد نين ليدا هذا اي حديثك يا ورنا يا حبيب بن زيد او نين ثقو امامه عن ليلى قبل ليلى ليدا هذا ام عمار اي حريسي ام عمار انا وحبيب بن زيد ايدي وي حبيب بن زيد عن ليلى مولاة أم عمارة عن أم عمارة بنت كعب الأنصارية وويل إي أيدي إي قبر أيدي حريسبة وحكالا قاضني أيدنا وسحابية أنصارية قبرنا وأضون أيدي حريسي وغير سيدة سودة بتاغن قبر داس الليلة أي أجي وذاتكم مكو سنة حتى وضعيف ومجهولة وذات دايري شيخ يسي أصدق وذاتك شيخ يسي بشارة ومجولي يترمي ديك مركو تحقيجيني انتو باصلنا ماهر نوشيك وحكلا موسى فايدين لكن قاعدة في المصطلح قبل أن ثقوي لماذا ذهب في الموقع وحكو شيخي راوغا أن لجرحنين أن لضورين حقا أن لتوثيقنين هدي ترمذي ابن خزيمة أصحيان حديث كواثقه قبل أن حديث كذا ترمذي هو حديث حسن صحيح ابن خزيمان وحول وصو صار في صحيح بقصو صاري لبكن هل بقول صدن يسقال كفيريه يلبكن هل بقول يا افرت صحيح عيسى كذلك ابن حبان بحديثك صو صاري وقبضه صحيح حديثك كتاب الثقات نو كشيغ اني ثقتها هي قبضه ليلى اذا صح لها الترمذي وابن خزيمه وابن حبان يا صحيح الحديثك وحجر حين متجره حديثنا الشواهد بولية من حديث ابن عباس وسندك ضعيف يا أي حديث بريدة وسند ضعيفة أنت شواهد لا قارن ضعف قد نجاب الداية حديث كان كلية صحيحة لماذا ليلة وتابعية وحب كورنا يساء سيدة أيضا حريسي حديثنا من فضائل الأعمال قبرنا وحجر حيا مجره صد حافظه وأوين حديثك وصحيحيات لبقر كبدن بسعر يا ذهب روح النوع عاصم وثقيه ثقه ما راوغ اللي واثقه صحيحين كو حكو جرى البخاري ومسلم وحكو رجال وحتى وثقي وسنجري لكن بمجرد بخاري ومسلم اي كوريا في صحيحين بوحوي هاي توثيقيه تعديل مركز سيداس وترمذي شيخ بها صحن ومركز حديثك حديث صحيح عوي وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه إذن روح الصومان أكيس لقول راشين تي إيه صبري ملائكة أود عند ابنها من إلهي أود دينيسا وعلى اسم رد محيان رد من روح مسلم كآية راشين كسيي إن أود عيسو ودعاء الآكل للمأكول عنده انت أصعد من ترجمة هذا الحديث كيدي وعلى اسم رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة نبي محمد بأوي ميت سعد بن عبادة جاهلية وإسلام أنصار ويتقاني وأجود العرب إن الجود
وشيمة من أهل هذا البيت شيمة أهل هذا البيت مكي قيس بن عبادة ونكسو شكينا قسدي سي صحابة دولي سمركو قيل انتو دين كسو قادوا دانا أقو رعي أو سو قادوا أقو رعي وكي واقدا بأبيه انتو حناقي عمر يا مركي حناقي وننكا لن يرادا ان حولان هاي سنة انتو أصوكو الهيرا أتقو قيل سويدا انسدو أقو رعي مسلمين تباهن وحا سو قاني الدين وحسو سارا هيا يا كبحين دونا كي سعد بن عبادة حناقاتو سن سايي للهي وما بنانا ذن بوري إن أن طلعي ما أنتي بعضاتي بحاجة النبي يقول ويا قانا سعد بن عبادة قويس كوكرنا شيء وأنك الرخ زج قرن إنسان قويس ويا قانا داغ يقوم إن ماذا هاي وحب حين تلو قوم جارجر صدق بقوله حالات بمال أجور عن مسلمين بان أسوون شيلن هاي نويل كورا لي سعد قيس أنتو سود إنسانو وسوق تغيات ولا قرن ابترسو اني هبل هبل ها واسك بخين كرتا ابا با مال قبينه وها تن ري مدينه ريد تيمرتي نمك غودا لا غيلا لا سين جري غيلا سو مسلم دو غورا هيا نا ودق بدن بو ها نبي قال مركب بوقي سعد بن عباده يومال بوقي غوري سي تغي جاء رسول الله ان جاء الى سعد بن عباده رضي الله تعالى عنه وانا سيد كره خزرج هديت قرن انسان فجاء بخبز وزيت وفي روايه وزبيب بكون نبي بقول سو دوي بنا و خو كيناي كيبس نوا و كيناي سبق نوا و كيناي سليت زبيب او فاكهان اي او كيناي قدران نوا و كيناي حديث قسولا وشيخ سو غابسداي نبي عليه الصلاه والسلام سعد بن عباده بوقدي مكا سو نبي الباب كو سو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سعد و مغري نبي عودكيسي هوس بو سلامته او قاد وونا سوغي نبي محمد ان لا مقل سلامته النبي كو علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسوغلا شيب صلاتي بهوس قاضي سعد بن عبادة نبي عمر صدح حد بكو علي هدنا صلاتي هوس بنبي وقا قاد وانا امس صدح قرمك النبي سلامي او وخ لهد لو وايي بنبي اسك نوقدي وكذب ورتي سعد بن عبادة نبي الله وايك وعليكم السلام ومحاجره دعدان ربي بن نو ودو نبي الله صلاتا هذا يا بركة ذا أشيء إنسان ربينا نور ركائز النوع العلسي أم بطنه إنما لو صنع نبي وصدوا بسعلي بركات الفريسي أو كبستن يتمرت يسوكر هذا قصة سوت ومركو الرئيسين كسلامي مسوق على محد يقول جاوي محمد بطن هاي نعم حد عريسة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما بقوا أبوي عور خير الله كسي نادو قيام بدن بوها فأكل النبي وعوني ثم قال أن النبي حول أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة رواه داود بإسناد صحيح سيدا النبي يا لي أما سعد يا لي هذا ولد هذا سمعنا قصة ما لقى باك على سكيل علي أي ويقورسنا هي كبير بيكت هاي وحبايس كذا دعين هيا لكن تذكر اسمها ميسان تكوك السنتين ها لكن أضيف باشو تايمر كوربي حيلك إنه يا الله كسعدي مركو رسيب كسبت رسوق اللي واكد ديار وي دقل قابك لين قن مركو النبي راشين تي ولا أصحابي سو سود وي وتجي بود عي حول أفطر عندكم الصائمون ضد كصوم من أتينا هكو أفرين دعو يعني أحد وحلا سيو أو راشين لا سيو أو لقودي روح صوم بأو خير بدن النبي نله روح صوم بأو خير بدن أفطر عندكم أكتينها كو أفرين وهكو راشين تن الصائمون كو الله أصوما وأكل طعامكم عفوا طعامكم راشين كنها عنو الأبرار كو إلهي أضيع جمع بار أو جمع بر إذن ضدك إلهي كعب صدي بررضا أنا راشين كنها عنن فسقية فجر الله إذن كي إلالي وصلت عليكم الملائكة ملائكتنا هيدين دعيسو إلهي أكتي سايدو كو أمانتو رواه داود بإسناد صحيح أو داود بحديك وريي إذا ضدك مسلمين تكون مرتسورا وحكوسي دعاء وقيم اللي قد عوام الداني أنس بريدئي ابن عباس حديث وريان نبي قد رقم بيوهي إيه معاذ رقم بيوهي روح مسلم كهدو كوب شاسي هدو وحي ربيا يتمنى نبقى سيو سوفري سيو ساسو قد عنجا أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة إذا علوم ضيئ أهل بيتك أهل خيرك إن لما ارتسوا رؤوا لقد عيستوا وأكل طعامكم والأبرار باتوا سيسا راشين كذا ضد سادة أنكم في عين وموريان وخريبا أنت يعينوا لهايين
كوا خير يجرات كه شكون الدعية كوفيان ملائكتنا يكاد دعيس سيدا كشجع ماش الرياض كأيو كويدي أذكار كنا أذكار كمكم النووي حول الحديث كان أبو داود بسناد صحيح وكذلك قال الحافظ العراقي وحول سنده صحيح في تخريج الإحياء هي علوم الدين مكو تخريج جني كتاب المغني عن الأسفار وكذلك الحافظ بن حجر في تلخيص الحبير أصلا سيد وجود ما سيد أي شيء جنوي حديثك باب كان حديث بضم باكوتي ماذا حديث معاذ بن الجبل وسعد ابن أبو وقاص وعبد الله بن الزبير ومعناها سكينية كتاب الاعتكاف وحبابي هاي أنا أسرعنا هذه صون أنت يرتان قدر سان كتاب الحجو يستقم سعيشي أداتو كدينا كريا عظام باربتان أنت يرتان قدر كتاب الاعتكاف وحبابي هاي نقاشيه مسايدك اللي قلنا قانا ييبو كتابي هاي الاعتكاف لغة واللبث في مكان أما ملازمة الشيء شيء إنا تجوك تيسو أو تركمته أما أتكون نقاتال لدى اعتكافك إذن حق عرفك فقه نواتق أنه واللبث في مكان مخصوص على وجه مخصوص ومساجد اللوجه هذا طيب قرآن كوات المشكاه الاعتكافك والطهر بيتية للطائفين والعاكفين والركع السجود وأنتم عاكفون في المساجد مركب كتابك نوع عاسوك لا آيات القرآن وكب الله يبتل النووي إنه هالمامان أم الله هي وعبادة مركب اللي يقال قبل الإسلام نجرتي بعد الإسلام نجرتو قيامة سنة مؤكدة أوي سنة إلهي اللي قلنا وادوي من اللازم واجبنا من نقض إلا بالنذر وسنة هي قربة على اللي قلنا وادو واجب من نقض إنا ذو كنا نذر تمويين هداد نذر توتر الشرط وحاو تقاني إياه وحاو نذري أما الشرط أنكو قال إنا ميل هبلو يمسايد هبل أنكو اعتكاف مركب وكل لازمية أركان بولية هاي أفرة أركان أفرة أي ولية هاي الاعتكاف قد يجيس واللبث اللي وجهده اعتكافك هو ركن من أركان الاعتكاف وهم هاي إنا قوب كنا قاعدتو مسجد كنا قاعدتو ركن قال لبادنا والنية إنا النية قصد يوجد ماشا وقلنا قاعدتو كصدحاتنا والمعتكف روح اعتكاف لها شروط بالا الربا وينو يها مسلم عاقل طاهر كا حيدي النفاس إيه جنابه روح معتكف فشروط بوله وينو مسلم يهي وينو عاقل يهي وينو نظيف كي يهي حيدي النفاس يا جنابه معايا إلى أضوء حيدي النفاس كهي أما جنابه قبا مسايدكم اعتكاف في قرتي مركا الاعتكاف وهو اللبث في المسجد المقص في المسجد النية المعتكف والمعتكف فيه يميش اللي قلنا قال لها أفرتا ركن بولي أركان الاعتكاف أفرتا سوي مركا نوصل نقول مركا ركن قوه الرأي اعتكاف كاللبث كا إن انتهي لأقبال أوران كرا اعتكاف نقا شافعي وحان قبنا هل دقيقة بقى الله كدقوا لا بقى دقيقة بقى الله كدقوا هذا النيوتين المساعد كنا قاتوا اعتكاف أذني ستو وشافعي محاجرة قاعدة أصول أنا قبصدان لنا هاي الحكم إذا علق باسم هذه حكم شرعي اللي وحر مقع حقا أن لقيد يكتفى بأقل ما ينطلق عليه الاسم وان لنا حقوق فلان مقع أصقع شيء أغير وكل عكره الاعتكاف بالي اعتكاف نوا معي واللبث وملازمة الشيء وقتي يرها دان نيستين المسجد كافر دي ساعات بالله الله كدقو نص ساعة الله كدقو طبعاً دقاء الله واعتكاف صحيح إلى الشافعية هاي اعتكاف كوا مقع حكم بالغو حري مقع عاسي شيء والبو وكهر قليو هاي لي ننك أقول لي تأي يمتك أوقي بمحالة سوانين نين بانركي وضبال دقونا واسكفوفا نين درعو عالم حدي نين باناركي قف باناركي قف هي شخصيته ويني إيه فيلو ويمن مالها مقع عاوح كود عين با مسجد بادي مثل يري لبضا متيرة مثل بغلق متيرة كل هذا مسجد الحكم إذا علق باسم يكتفى بأقل ما يقع عليه الاسم أو ينطلق عليه الاسم شاف عالك سيستاقي ما لها ضاد ترى هذين ذلك النصيحة دين تحديث كأنا تقديرات كإن لجانجو يمان اللي يدا هذا أما الله ما الموت اعتكاف وحكير من رقون كلا يدا تقديرات كنصب اللوب بهاي هاي وشاعيد ما حاول ترى هذين وحي نجاشي نجا كنا نجاشي مثال لقول نجا هذا أنتوا دونه هلا كهذا بنية واعتكاف ما حاول هذين
لكن نجادي داسي أما نجاشها سوى إنه كبدان يهاي قدر الطمأنينة في السجود والركوع بان يهدان شافعينا إنها كلا قال قلة الفقه تذكوا يا بابيسا إنها كلا فرا محانون نرسلا وحانون نري أنت المسائدك كنا جانا يسوع يضح فرنا يسوع إذا اعتقافك كده جانا يسوع هبا يراتي وحان لنا وين كبدان تهاي أنت اللي قلنا جانا هي سجود يركوع أما قيام كوكله هديك قاله نو والبو سجود أما الركوع مسائد قالوا حنا قنا يا معتكف بسوب بدلية سهوش اللي قبض بعده حقوق نجادية ومسائل اللي قلنا جادو كان بدن ضمانينا في الصلاة كبدن وين هوش النقط أو تنسكوا قبنا وركن نوى في عين ده دي دانا دليل بنا كرمنا أبو حنيفة مالك جمعين أقل اعتكاف هو يوم ما لما يستنوى إلا هلو حيث واحد صعد اللور ديسا شافعي صعد يو يفرد غير كذا شيء جزاء وإن له مال له ليده أيقون الدليل ساسا ما هي تاسمر كوا اعتكاف قدر يسمونه كتيرة من هذه فانتين برمي أما النية واسك معروفة هذه ما دام عمل خير إياه عبادنا أوي على غربة إن النية التي ما دو أما المعتكف ركن جسد حالة شروط سويدنه المريء شرط سواء ما يكون مسلما عاقلا نقيا من جنابة أو حيض والنفاس بس أنت صاحب الشرط معتكفك فيه بينه هري يا ينه هري مسجدك المعتكف فيه الاعتكاف والنية والمعتكف والمعتكف حقي له اعتكاف يا وهذا وحيدين مسجد كجور هذا كوجي الله ساتو لك كنت كتير مصحف كوكو سارة يا تصبح كوكو سارة يا والكو اعتكاف كرتا أنا فيها ماشى أقول رفت يبغى ده كور عزان رأي ضعيف بحيا لماشى عرفا وشرعا مساجد ماها إلهي وحده وأنتم عاكفون في المساجد وطهير بيتي للطائفين والعاكفين والركع سجود ولي وحيد مسجد ماشى يدو كو اصح ما هوين اذا ماشى حراتي كنت كتي وداد كابين ماشى كو خلوي صلاه كنت كدو كل ولا وقت كافي بكرا بيدن حنفي يودا دو تاغرس ولا قديده نم وحيد هذه مسجد جماعه لو كنت مسجد لو كنت صلاه شنتا اما بركيد لو كنت ايا شرط يا معتكف وانه مسجد عامه يا لوجه ما كي خاصك مسجد عامه ومده ودخيه وصلى الله عشان تلقوا تكنا بركات باشر دي مهاجر الليلي مساها دي لا يطلقوا كاسو كدعا مكان كلو دياري شنت صار اللي قلت كذا سجود وعام اللي قلت كذا الله وداعو أي الله وطلق أي الله إلى المسجد نوحده وحاشر دي مسجد كونه يا مسجد جمعية جمع اللي قلت كذا سو أوباها نينك معتكف كوسن أوباها نينو بحوم ملك لا هذا أوفي عن مسجد وين وجمعية جماعة قلت كي نغضى أوفي عند الجمهور أوفي عن ودعيد وحاسونا كسو تقا مسجد كي رأي قول قلقا كوة هانا ما كوة صحيح اعتكاف كي أمد كد حيير وكما أصحى هاي وحكوة صحية سدح مساجد كلية بيت المقدس مسجد الأقصى هي مسجد النبوي هي مسجد الحرم المكي مسجد الحرم المكي مسجد كويا مكة المكرمة بيت الأحرام وتقانا يا كعبد وكتاله يا مسجد كمدينة النبي محمد سيدك النبي وأساسية النبي وكحب علي عليه الصلاة والسلام يا مسجد بيت المقدس يهود هاي ستهاد صدح مسجد كلية يعتكف كو أصحيا بيد هذه جماعة من السلف باكتري من الصحابة ساقبته حديث مرفوع على اللورية ومعناها عضيني لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ورني سيدنا نقطي معتكف كما يشاء لو اعتكاف يمر كاسا كتشرة قل قل كي رايك وحنا لقى بالله الى بيت الله الحرام بيهوش وصعوتها واي فانتين بيلات وحدنا كده لقوا من مركا كسي داية باب الاعتكاف في رمضان رمضان إلا اعتكاف فضي وكتشرة عن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف كين قادوها العشر الأواخر طبق الدنب ومن رمضان كمدو النبي اعتكاف جري طبنك الضنبيه فضق ابدان اي اعتكاف جري حديث كان مركا نغا شافعيه ام جمهور تاغيريه مالك يا حنفيه وحي دهين اعتكافك الصوم با لو شرطيه اعتكافك الصوم با لو شرطيه
صون خاص واسوغ له با لو شرط حديث كان معوت المامي نبي قلت طبنك دمبو اعتكافي اسوغون لا يمن صون اوغوني اعتكافك الا صون كان نبي وزومي واصون رمضان وي اما صون اوغوني اعتكاف متفق على حديث ابو داود لا اعتكاف الا بصيام منا ويدلي شيئين والراجح انه حديث عن صغنين متفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف وحقلوا بابين حنفية مالكية حنابلة كنت أقرأ في الرواية النبي يقول اعتكاف الشوال شوال بو اعتكاف صحيح. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف كي اعتكافه كنا قادا مسجد كالرحفة دي كبحن إلا لضرورة إلهنا كو عابدة العشر الأواخرة طبعا كالدنبو من رمضان مش رمضان حتى رمضان كتر سن عفوا حتى توفاه الله تعالى وربي أفسده أوقاتي ثم اعتكف أزواجه انت كدب وحا كنا قادا مسجدك حاسس كيسي من بعد نبي قداشي يدبدي متفق عليه نبي قاعد اعتكافي حاسس كيسي باع اعتكافي مؤمن وطلب اعتكاف الجري وطريق النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف نبي هو اعتكاف الجري في كل رمضان رمضان كستا سقال رمضان النبي صومي عشرة ايام طبعا مع الموت بالبل والباء ورمضان كاعتكاف الجري صوم ماك لفرض يعني إلى النبي يقول له أفسدي سجل رمضان بصوم برتو النبي يقول صومي. فلما كان العام الذي قبض فيه مركل لجار السنة كان النبي يقول حجابته كي يطمنات لجار هجرتي اعتكف 20 يوما سديد السنة هوري طمن طمن بري والنبي يقول اعتكاف جريوي سنة كودن بيا سجل كي سنة كسجل رمضان لبا تنبو النبي اعتكاف معايا لي والله سي نبي مركو واجد دمبه وويلي اجيش سودا واتي اذا جانا سودكتي عمل النبي والله وابدي قران الدراسه دي سي عباده دي وحلب وا كردي وخي مركه قيام ليل كديرا مويني وخي كلو دن وا كردي اعتكافك 20 بوكدي 10 بونا اهان جري. فلما كان مركو هذا العام الذي سنه قبض فيه نبي قال قبضته او غيريودي اعتكف مسجدك وخي كنا غادي 20 يوما 20 مال مدراه البخاري بخاري واحد كوري والله سبحانه وتعالى عليه.